هتلاقوا في الكتاب هنا اهو، ده الكتاب بتاعكم اللي انتوا المفروض هتدرسوا منه. هتلاقيه شارح لك في اول شابتر، شارح لك كل الحاجات الموجودة في الشابتر ومديها رقم عشان تقدر توصلها بسهولة. فمثلا اول حاجة هو شارحها الناند جيت لاتش، فلما اجي ادخل هنا الاقيه شارح لي الناند جيت لاتش وايه الحالات بتاعته، لما دخل زيرو يحصل ايه، لما دخل واحد يحصل ايه، وسامري مدولك عليه اللي هو السامري ده الترو ستيبل يعني اللي هو هنا ده. و هتلاقيه بيقول لك برضو ان الناند انت عارف ان هي مكافأة للنيجاتيف اور وامثلة عليها، وشارح لك الحل بتاع السؤال وكل حاجة هتلاقيها تمام يعني، هتلاقي شارح لك كل حاجة بالتفصيل والحل ده جه منين وهكذا. بعد كل شابتر هتلاقي مجموعة من الأسئلة، الأسئلة دي مش شرط إن أنت تحلها كلها، أنت ممكن بس تبص على أسئلة معينة من هنا وتبدأ تفكر في حلها وكده. طيب أنا حليت وعايز أعرف إجابتي صح ولا غلط، هتلاقيه في آخر، هتلاقي كل مسألة قبلها نجمة محلولة في آخر الكتاب، هتلاقي في answers أهو، يعني مثلا 5-1 ده لما تيجي تفتح answers وتفتح شابتر 5 وتروح ل 5-1، فين 5-1 ده 5-2، 5-1 اهو، هتلاقي الحل هو عامله لك قبل أي مسألة قبلها نجمة، هتلاقي الحل موجود. كمان أنا رافع لك على الدرايف حلول للكتاب دي بقى قبلها نجمة مش قبلها نجمة، هتلاقي كل الحلول موجودة هنا، فأنت ممكن تفتح الكتاب وتحل منه أسئلة أو الحاجة اللي أنت متفهمهاش تبص عليها. واضحة كده النقطة دي ولا مش واضحة؟ تمام، واضح. تمام. بالنسبة للمحاضرة 9 أنت خدت فيها شابترين، الشابتر الأول اللي هو الأرثماتيك، الاوبريشنز والسيركتس والكلام ده اللي هو ايه، لو انا عندي رقمين باينري وعايز اجمعهم، طب عندي رقمين باينري وعايز اطرحهم، بس في مشكلة انت اللي خدته لحد دلوقتي ازاي تجمع او تطرح ارقام موجبة، طب لو الارقام دي سالبة، ففي 3 طرق عشان تمثل الارقام دي، في حاجة اسمها الساين ماجنيتيود، في حاجة اسمها الوانز كومبلمنت، في حاجة اسمها التوز كومبلمنت، تمام، وإزاي أقدر أضرب الأرقام، إزاي أقدر أجمع الأرقام، لو أنا عندي أرقام هيكساديسيمال إزاي أجمعها وإزاي أطرحها. وخدت شكل كده مبسط للـ ALU، الـ ALU دي اسمها Arithmetic Logic Unit، لو جيت ترجمها بالعربي وحدة الحساب والمنطق، أو فدي بتبقى المسؤولة عن الحاجات اللي بتحسب والحاجات اللوجيكال. يعني إيه؟ يعني لما بقول له في السي بلس بلس جيت كده قلت له اكس ايكوال ايكوال واي، فدي لوجيكال اوبريشن صح، عايز اقارن ما بينهم، فدي لوجيك مين اللي بتعملها، الاي ال يو، لو قلت له ايه اكبر من او بيساوي الواي فدي برضه اللي بتعملها الاي ال يو. طب لو جيت قلت له هنا 5 او مثلا اكس زائد 6، فايه اللي حصل هنا، ان انا جمعت على الاكس 6 وخزنتهم مثلا في فاريبل تالت وليكن اسمه زد. طب مين اللي بيحسب الحسبة دي، الـ ALU، هي بتبقى المسؤولة عن العمليات الحسابية والمنطقية. وخدت بقى ان احنا دلوقتي عايزين نعمل دايرة، الدايرة دي تجمع الارقام، فالدايرة دي كان بيبقى اسمها فول ادر. وبعد كده دخلت في الشابتر اللي بعده، شرحت اتشرح فيه الديكودرز والإنكودرز والمالتيبليكسرز والدي مالتيبليكسرز. طيب خلينا نبدأ بالشابتر اللي بعده ده اللي هو شابتر 9، وبعد كده ممكن نروح لشابتر 6 لو انتوا عايزين، عشان شابتر 9 ده هو الابليكيشنز بتاعت الكومبيناشنال لوجيك. احنا خلاص خدنا الكومبيناشنال لوجيكس وعرفنا ازاي نعمل ديزاين للسيركت وكلام من ده، طب عايزين بقى نستخدم الدوائر اللي احنا خدناها دي عشان نعمل بيها دايرة، الدايرة دي تجمع تطرح حاجة اسمها ديكودر، حاجة اسمها انكودر، حاجة اسمها مالتيبليكسر، الكلام ده هنشوفه مع بعض دلوقتي بإذن الله. تعالى نبدأ كده،
لو انا جيت قلت لك اعمل ديزاين لدايرة، تعالى نتخيل كده الدايرة دي بالشكل ده، انت دلوقتي وانت ماسك الريموت بتاع التلفزيون تعمل ايه؟ بتقلب القنوات صح؟ فالحاجة اللي انت بتقلب بيها القنوات دي تعالى نقول ان اسمها سيليكتور، اللي انا بسليكت بيها القناة اللي انا عايزها. طيب السيليكتور ده بجيب بيه القنوات اللي انا عايزها. طب انا عندي هنا كام قناة؟ تعالى نفترض ان احنا عندنا اتنين بس، واحدة اسمها دي نود او اي نود، سميه زي ما انت عايزه، اختصار لداتا او انبوت، واحدة اسمها دي وان، وعايز الاوتبوت بتاعي يكون عبارة عن الاتي: لما اختار الاس بزيرو يخرج لي دي وان، لما اختار الاس بواحد يخرج لي دي وان، الاس بزيرو خرج لي دي نود، الاس بوان خرج لي دي وان. واضحة كده النقطة دي يا شباب ولا فيها مشكلة؟ لا تمام. الدايرة دي اسمها ايه؟ اسمها مالتيبلكسر او ديتا سيلكتور، بعمل سيلكت للداتا اللي انا عايزها. طيب السيلكتور ده شغال ازاي بقى؟ ما احنا دي فكرته، عايزين بقى نبدأ نعمل له دايرة. بس قبل ما نعمل له دايرة خلينا نقول كده شوية معلومات عن المالتيبلكسر ده. المالتيبلكسر ده بيدخل له كام انبوت؟ اتنين اس ان انبوت، وبيخرج منه اوتبوت واحد بس. طب ال n هنا عدد ايه؟ عدد السيلكتورز. يعني لو انا عندي سيلكتور واحد بس يبقى عندي كام انبوت؟ حد يقول؟ اثنين. اتنين، لان اتنين اس واحد. طب لو عندي اتنين سيلكتور يبقى عندي اربعة، طب لو عندي تلاتة سيلكتور يبقى عندي تمانية، وهكذا. طيب تعالى كده ناخد حاجة كده، لو انا جيت قلت لك ان انا عندي اتنين انبوت اسمهم A و B و Y A و B و Y، تعالى نكتب احتمالاتهم. اللي احنا هنقوله دلوقتي ده كله، كل اللي احنا هنعمله هنعمل true table، بس السكشن كله عبارة عن ان احنا بنعمل true table. ترو ستيبل ده بنجيب منه معادلة وبنعمل لها مينيمايزيشن إذا احتاجنا، وبعد كده خلاص طالما معايا معادلة البوليان اكسبريشن بتاع الدايرة أقدر أرسمها. طيب جيت قلت لك مثلا إن ده كده، إن أنا عندي ترو ستيبل كده، حد يعرف يقول لي إيه هو البوليان اكسبريشن من الترو ستيبل ده؟ الواي هتساوي إيه؟ ده اكس نور هو ده اي اكس بار نور، ماشي، بس انا عايز المعادلة. اي بار بي بار جميل، اور اور اي بي اور اي بي. بصيت على الوحايد صح، او بصيت على الوحايد وجبت السم اوف برودكت والدنيا تمام. طيب جيت بسأل حد منكم قام قال لي هنعملها كده، اي بار بي بار اور A بار B or A B بار. or A B. الكلام ده صح ولا غلط؟ هل البوليان اكسبريشن اللي انت شايفه قدامك ده بيعبر عن ترو ستيبل اللي انت شايفه؟ اه عادي. لا غلط، هو هنا المفروض يعبر عن A بار B بار أور A B بس صح؟ لو حطينا معاهم الواي هيبقى صح. اه، لو ضربتها في الواي هتبقى صح، يعني لو ضربت دي في واحد ودي في زيرو ودي في زيرو ودي في واحد، ايه اللي هيحصل؟ دي ماتت ودي ماتت كأنها مش موجودة، عشان كده في السم اوف برودكت باخد الوحايد بس، لأن لو ضربت الانبوت في الاوتبوت الزيروهات هتطير دول، فعشان كده ببص على الوحيد بس. طيب لو كان عندي بدل الواي ده variable وليكن اسمه زد، والزد ده احتمال يكون زيرو او واحد، اعمل ايه؟ اقوم ضارب ايه بار في بي بار في زد. لو الفاريبل ده بواحد فخلاص هتبقى ايه بار بي بار يبقى صح. طب لو بزيرو هتبقى دي ماتت كأنها مش موجودة.
مقتنع باللي احنا قلناه ده ولا في مشكلة؟ تمام. تمام. طيب تعالى بقى نعمل الدايرة اللي احنا بنقول عايزين نعملها دي. انت بتقول لي عندي الانبوت هو السيلكتور، ادي السيلكتور، والاوتبوت هو الواي. الاس ده ليه كام احتمال؟ يا اما يا زيرو يا اما 1، ملوش حاجة تانية. طيب الاس دي لما تبقى بزيرو المفروض يخرج مين؟ دي زيرو ولا دي واحد؟ دي نوت دي زيرو. دي نود، ماشي، هيخرج دي نود. طب لما بواحد هيخرج دي واحد. دي واحد. فكده انا عملت ترو ستيبل، جبت ترو ستيبل اقدر اجيب معادلة. حد يقول لي الواي هتساوي ايه؟ اس بار دي نوت اس اور بار دي اس نود دي واحد اور اس دي دي واحد، واحد. بس كده. طالما جبت المعادلة اقدر ارسم الدايرة بسهولة. ازاي؟ ادي عندي السيلكتور اهو، وادي عندي الدي نود، وادي عندي الدي واحد، ما هم دول الانبوتس اللي بيدخلوا لي. تعال نعمل اول واحدة دي اللي هي عبارة عن اس بار دي نود، واعمل ما بينهم اندنج، وادي الاس دي 1 اعمل ما بينهم اندنج، في الاخر اعمل ما بينهم اور. المفروض يطلع لي مين؟ الواي. يبقى كده انا عملت الدايره. الدايره دي اسمها ايه؟ اسمها مالتيبلكسر. مالتيبلكسر، صح؟ او اختصارها ماكس، ام يو اكس. دي دايره المالتيبلكسر او الديتا سيلكتور. كل فكرتها ان انا لما بدخل عندي سيلكتورز وعندي اتنين اس ان انبوتس، وبختار انبوت واحد بس يطلع لي اوتبوت على اللاين بتاعي. مفهومه دي كده ولا فيها مشكله؟ لا تمام. تمام. طب رسمه المالتيبلكسر ده قلنا الرسمه بتاعته اهو. طيب المالتيبلكسر ده كام في كام؟ 2 في 1 او 2 الى 1؟ ليه بياخد 2 انبوت وبيطلع لي اوتبوت واحد بس؟ مظبوط. والسؤال يا باشمهندس هيجي لنا في النقطه دي ازاي؟ ما انا هقول لك اهو، بس انت قبل ما تسأل السؤال ازاي لازم تفهم الاول يعني ايه مالتيبلكسر. تمام. في هنا اهو شارح لك في المالتيبلكسرز اهو، وقال لك ان هو داتا سيلكتور. تمام. وادي الدايره بتاعته اللي احنا عملناها مع بعض دلوقتي، وادي الترو ستيبل والمعادله اللي احنا جبناها. جبنا المعادله دي منين؟ اي حاجه مش عارفين نعملها بنروح للترو ستيبل على طول، بنعمل ترو ستيبل وبنطلع منه معادله. المعادله دي مش محتاجه مينيمايزيشن، خلاص ارسم الدايره كده انا عملت الحاجه دي. فين الباقي؟ في نوع تاني من المالتيبلكسرز، طبعا، اللي هو بقى ده 2 الى 1. في مالتيبلكسر تاني 4 الى 1. تعالى نعمل مالتيبلكسر نقول يتعمل ازاي. عندي مالتيبلكسر 4 الى 1، يبقى عدد السيلكتورز كام؟ اتنين. 2. جت منين؟ خدت لوج 2 ل 4. ليه؟ لان 2 اس ان بيساوي 4. عايز احل المعادله دي اخد لوج 2 هيطلع لي الان. الان هي عدد السيلكتورز. طيب تعالى نرسم المالتيبلكسر اللي هو 4 الى 1. المفروض ان انا هنا داخل لي عندي 4 انبوت وعندي 2 سيلكتورز، تعالى نسميهم اس نود واس 1، وادي الانبوتس بتاعتي دي نود دي 1، ممكن اسميهم اي، ممكن اسميهم اي اسم انا عايزه، المهم اكون فاهم. وادي ده 0 0 0 1 1 0 1 1
والاوتبوت بتاعي اكيد اوتبوت واحد. ولو جيت ارسم الترو ستيبل بتاعي هيبقى عندي اتنين سيلكتور اس نود اس 1 وعندي الاوتبوت واحد. لو اخترت، تعال نرص الاحتمالات بتاعتهم، 0 1 0 1 0 هين واحدين، ولو اخترت 0 0 فانا عايز يطلع لي دي نوت، 0 1 فانا عايز يطلع لي دي 1، 1 0 يبقى يطلع لي دي 2، 1 1 يبقى يطلع لي دي 3. واعرف اجيب المعادله دي من الترو ستيبل، صح؟ معادله من الترو ستيبل، صح ولا غلط؟ اعرف اجيبها ولا ما اعرفش؟ ايوه انا اعرف اجيب، يعني مثلا دي هتبقى اس 1 بار اس 0 بار دي نود. ادي المعادله اهي، جبت المعادله اقدر ارسم الدايره بتاعتي. خلاص بقى معايا مالتيبلكسر 4 في 1. فكده في مشكله في المالتيبلكسر ولا مالتيبلكسر سهل؟ هو كده بس؟ ايه، هو ده المالتيبلكسر بس؟ هو ده المالتيبلكسر. يعني هيجيب لنا السؤال يقول لنا ارسم مالتيبلكسر بيتكون من اتنين انبوك كده؟ ممكن يقول لك كده او ممكن يقول لك الجاي ده. دلوقتي انا لما دخلت لكم اول سيكشن اللي هو كان السيكشن اللي قبل اللي فات، اللي قبل الاسبوع اللي فات، وعملنا مراجعة كده بسيطة على الكومبيناشنال لوجيك، وقلنا لكم انا دلوقتي شغال في المشروع بتاعي، فوجدت ان عندي لوجيك جيت بايظه، لوجيك جيت والمحلات قافله، ما اقدرش اروح اشتري لوجيك جيت تانية. فانتوا اقترحتوا عليا ان انا استخدم ناندا او نور لان هما يونيفرسال جيتس، ممكن احولهم لاي جيت انا عايزه، مظبوط ولا ايه؟ مظبوط. تمام. طيب دلوقتي بدأ رحت ادور عندي، ما لقيتش عندي ناندا ولا نور، فاستخدم ايه؟ استخدم حاجة تانية احولها للوجيك جيت. فانا بيقول لك ان انت المالتيبلكسر ده ممكن تشغله لوجيك جيت او تشغله يعمل لي فانكشن معينة، اكسبريشن معين، بوليان اكسبريشن معين. ازاي؟ هي انا ونوت في دماغي اشغل المالتيبلكسر ده اند. حد يعرف يقول لي ممكن نعمل ايه؟ دلوقتي جالك سؤال بيقول لك المالتيبلكسر اللي قدامك ده 4 في 1 عايزه يشتغل كأنه أند. حد نخلي دي واحد دي اتنين بداية كلهم بداية بنعمل إيه أول حاجة لما ما بنعرفش نحل؟ ترو ستيبل. ترو ستيبل. وأنا دلوقتي عايز أعمل ترو ستيبل لمين؟ للأند. تعالى نعمل كده ترو ستيبل للأند. تعالى ناخد المالتيبلكسر ده كده تحت. طيب and كام input؟ تعال نقول ان and دي بتاخد اتنين input اللي هما ال a وال b، احتمالاتهم 0 1 0 1 0 هين واحدين، وال output بتاعي اللي هو y المفروض 0 0 0 1. ده كده الـ truth table بتاع الـ and، صح ولا غلط؟ صح. تمام، حلو أو جميل جدا. طيب عايزين بقى نستخدم المالتيبلكسر ده كأنه شغال أند، نعمل إيه؟ حد يقول كده؟ ان هو كل ما يكون في حالة اللي هو 0 0 0 1 1 0 يخليه على الجراوند، اللي هو يعني بصفر، يعني أو ما يكون هو بصفر يخرج اللي هي التانية دي، أما ما يكون هو مثلا بواحد هيطلعه بواحد اللي هي الحالة الأخيرة. تمام زي الفل. احنا دلوقتي عندنا اتنين انبوت اللي هما الاي والبي. طب تعالى نعتبر ان السيلكتورز اللي عندي هما الاي والبي. طيب لما الاي بزيرو والبي بزيرو المفروض هيروح على اللاين 0 0. طيب لو وصلنا اللاين 0 0 ده بالجراوند هيحصل ايه؟ يبقى لما يختار 0 0 هيختار اللاين 0 0
واللاين 0 0 متخرج على الجراوند فيخرج 0، يبقى الحالة دي صح مظبوط. تمام ولا ايه يا شباب؟ ايوه تمام. طيب لما الاي بزيرو والبي بواحد فيروح على اللاين 0 1، المفروض يخرج لي 0 فيتوصل بالجراوند. طب 1 0 برضو المفروض يخرج لي 0 فيتوصل بالجراوند. طب 1 1 المفروض يطلع 1، يبقى اوصله بالفي سي سي اللي هو الوان. طيب تعالى نختبر كده الكلام ده صح ولا غلط. لما احط الـ A والـ B بصفار هيروح لـ 0 0 اللي متوصله بالجراوند فيخرج 0، يبقى الحاله دي صح. لما 0 1 هيروح لللاين ده فيخرج 0، يبقى صح. لما اروح للحاله اللي بعدها 1 0 فمتوصل بالجراوند فيخرج 0. طيب لما اروح لواحد واحد هيروح لللاين 3 ده، طب اللاين 3 ده متوصل بالواحد فيخرج 1، يبقى كده انا شغلت المالتيبلكسر ده اند، صح ولا غلط؟ صح. حد مش فاهم عملنا ايه دلوقتي ولا كلكم فاهمين؟ تمام تمام طيب ده كان مالتيبلكسر 4 إلى 1. اي مالتيبلكس 4 الى 1 هيجيبه لك لو انا عندي 2 انبوت بس، فانا اقوم راسم تروث تيبل وغشش منه ما فيهاش اي تفكير. لو 3 انبوت يبقى انا محتاج 8 الى 1 عشان اعمل الامبلمنتيشن للفانكشن بتاعتي واغش منه، اللي هو الزيرو متوصله بزيرو يبقى اوصلها بالجراوند، الواحد متوصله بالزيرو اوصلها بالجراوند وهكذا. طيب جه قال لك بقى هي نوت في دماغي تعمل لي المالتيبلكسر 2 إلى 1 and، شغله لي and. طيب تعالى نرسم المالتيبلكسر 2 إلى 1 ده. ما عنديش غير سيلكتور واحد وليكن اسمه اس، وعندي 0 1، وما عنديش حاجة تاني غير الاوت. فدي كده بقت مشكلة. ليه؟ لان انت بتقول لي انت عايز تعمل لي اند. طب اند دي بتاخد كام انبوت؟ اند دي بتاخد 2 انبوت بس، انا هنا عندي سيلكتور واحد بس. ايه؟ هنا انا عندي سيلكتور واحد بس، هنا كان عندي 2 سيلكتور ففرضت ان هما الاي والبي واشتغل تمام. طب هنا انا عندي سيلكتور واحد بس، اعمل ايه؟ حد يعرف يقترح عليا حاجه؟ هنخلي واحد من ال انا احنا خدنا السكشن ده قبل كده، اقول عادي ولا نسيب حد تاني يقول؟ لا قول، فانت لو ما ماشي. قلتش تبقى مشكلة. هنخلي السلكتور دون واحد من الانبوت، ونشوف بقى حسب التروث تيبل هنخلي انهي واحد من الاثنين الانبوت التاني. تمام، يبقى هنعمل ايه؟ انا هنا عندي 2 انبوت بس عندي سلكتور واحد بس، خلاص خد اي واحد منهم حطه سيلكتور وبعد كده ربك يفرجها من عنده. ممكن ناخد الاي او البي، تعالى ناخد الاي ونعتبر ان هو السيلكتور، ولما ما بنعرفش نحل بنعمل ترو ستيبل. ادي الاي، الاي دي احتمالاتها كام؟ يا 0 يا 1. طيب لو انا قدام الترو ستيبل بتاع الاند وقلت لك هات المعادله بتاعته البوليان اكسبريشن، فانت عندك الواي هي عباره عن الاي في البي. طيب عوض عن الاي بواحد ايه اللي يطلع لك؟ حد يقول؟ بواحد بتطلع يعني بقيمة البي يعني. لما اعوض عن الاي بواحد في المعادلة دي ايه اللي هيطلع؟ بي بي بي. طب عوضت عنها بزيرو ايه اللي هيطلع؟ زيرو. زيرو. لما عوض عنها بواحد هيطلع بي، صح؟ يعني انت عايز تقول لي لما الاي بزيرو فانا هروح على اللاين زيرو، فالمفروض اللاين زيرو يطلع لي زيرو يعني اوصله بالجراوند، ولما اختار الاي بواحد المفروض يروح على اللاين واحد ويطلع لي البي،
بس كده هو ده الحل. تعالى كده نشوف الحل ده صح ولا غلط. لما الـ A كان بزيرو، الـ A بزيرو أصلا في الـ AND، يعني أنت لو في الـ C++ كاتب له كده، كاتب له false and true، لما بيجي يحسبها أصلا أول ما بيلاقي false وبيلاقي AND ما بيروحش أصلا يبص على true، لأن خلاص false AND أي حاجة بفولس. لو أنا قلت لك زيرو أند أي حاجة بزيرو، صح ولا غلط؟ فخلاص طالما الـ A بزيرو فهو هيخرج زيرو، يبقى كده الحالتين دول صح. طيب لما الـ A بواحد فالمفروض يتشك على الـ B، لو الـ B بزيرو فهيخرج زيرو، طب لو البي بواحد فهيخرج واحد، يبقى كده المالتيبليكسر ده شغال اند ولا مش شغال اند؟ ها حد عنده مشكلة في الكلام ده ولا لأ؟ يا ريت لو حد عنده مشكلة يقول لي. لا تمام. تمام، لأن مسائل المالتيبليكسر كلها كده مبنية على كده، ان انا بقول لك هي نونوت في دماغي، طلعت كده حاجه في دماغي مره واحده اعملها. طيب لو انا عندي المالتيبليكسر ده وقلت لك شغلهولي اكس اور، انا مش عارف احل فهعمل ترو ستيبل. ترو ستيبل بتاع الاكس اور كان بيطلع لي واحد لما يكونوا مختلفين. تمام، فانا لو عندي مالتيبليكسر 4 إلى 1 سهلة جدا، كل اللي انا هعمله هغش من الترو ستيبل اللي قدامي ده، هقول ان انا عندي 2 سيلكتورز هفرضهم هما الـ A والـ B بتوعي الانبوت بتاع الجيت، ولما يدخل 0 1 او 1 0 المفروض ده متوصل بالـ VCC عشان يطلع لي واحد، غير كده متوصل بالجراوند عشان يطلع لي 0. صح ولا انا بقول كلام غلط؟ لا تمام. تمام، طيب نونوت في دماغي تعملهولي بس باستخدام مالتيبليكسر 2 إلى 1، فتعال ناخد المالتيبليكسر اللي هو 2 إلى 1 وادي الترو ستيبل عملناه، بس في مشكلة إن أنا هنا أنا محتاج 2 سيلكتور لأن أنا عندي 2 أو إنبوت، فهعمل إيه؟ هاخد أي واحد منهم كسيلكتور وبعد كده ربك يفرجها. تاخد الـ A ولا الـ B؟ تعالى ناخد الـ A مثلا. الـ A دي لما أخدها ليها احتمالين، يا زيرو يا وان، وأدي الأوتبوت بتاعي. طيب تعرف تجيب لي البوليان اكسبريشن بتاع الاكس اور؟ حد يعرف يقول لي A B bar or A B bar or A bar B A bar B B. طيب لما تعوض عن ال A بزيرو دي هتطير ويتبقى لي ايه؟ حد يقول يتبقى لي بي، صح؟ أيوه. طيب لما اعوض عن الاي بواحد، اي بواحد يعني اي بار بزيرو دي دار، هيتبقى لي بي بار، صح؟ ايوه تمام. يعني انت بتقول لي لما الاي بزيرو المفروض اخرج لك بي، ولما الاي بواحد المفروض اخرج لك اي بار. مظبوط كده؟
هل في مشكلة في المسألة دي؟ لا تمام. يبقى أنا لو جاب لي أي مالتيبليكسر وقال لي شغله لي حاجة معينة على حسب ما تنونه في دماغه أقدر أعمل كده إن شاء الله. طيب هتلاقي هنا برضو في الورق ده أنا شارح لك أهو إزاي تعمل implementation للمالتيبليكسر الأند على الأند والإكس أور. تمام، تعال ناخد المثال ده، هيجي لك مثال في الامتحان بالشكل ده. عندي function y بيساوي a بار b بار c بار زائد a b c، بيقول لي اعملها لي اول حاجة باستخدام 8 الى 1 multiplexer. اعمل ايه يا شباب؟ حد كده يقول لي. ارسم true table. ارسم true table. true table ده انا هنا عندي كم احتمال، يعني كم input؟ 3. يبقى عندي 2 اس 3 احتمالات. طيب تعال نعمل ادي ال A وادي ال B وادي ال C والاوتبوت بتاعي اللي هو Y. بس تعالى بدل ما نقعد نكتب الكلام ده تعالى ناخدها كوبي من هنا مثلا. ادي ال truth table اللي هو عملته، والمفروض اكتب ال Y. طيب ال expression ده هيديني واحد امتى؟ هيديني ده واحد. 3 1 أو 3 0. لما الـ A والـ B والـ C بوحايد أور إن التلاتة بصفار. تمام، فهنا هيدي واحد وهنا واحد والباقيين دول المفروض إن هما بصفار. طيب تمام، بعد كده هقوم جايب المالتيبليكسر اللي هو 8 إلى 1 اللي أكيد عندي ليه 3 سيليكتورز، تعال نسميهم S نود S1 S2. تعال نرص الاحتمالات، أو بدل ما نتعب نفسنا تعال ناخد المالتيبليكتر كوبي. طيب عملنا المالتيبليكسر اهو، والسيليكتورز بتوعي اللي هما اس نود واس 1 واس 2 هقول ان هما الانبوتس بتوعي اللي هما الاي والبي والسي. مظبوط كده ولا في مشكله؟ ها حد يقول لي. طب حد يقول لي هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه طيب؟ هنشوف التروست تيبل. هنوصل واحد 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 بالفي سي سي هو والزيرو زيرو زيرو والباقي بالجراوند. والباقي بالجراوند بس كده، يعني حاجة لو كده جات لك اعتقد ان هي سهلة جدا ما فيهاش اي مشكلة ان شاء الله، يعني حاجة ما تاخدش منك دقيقة. كل اللي انت هتعمله هتشوف الاكسبريشن ده هيدي لك واحد امتى، وعند الواحد هتوصله بالفي سي سي والباقي هتوصلهم بالجراوند والانبوتس هتاخدهم هم السيليكتورز. طيب الكلام ده لما قال لي اعمله 8 الى 1 مالتيبلكسر، طيب جت بقى انا نوت في دماغه وقال لي اعمله لي باستخدام 4 الى 1 مالتيبلكسر ومسموح لك تستخدم انفرتر واحده بس، فهقوم جايب 4 إلى 1 مالتيبليكسر. تعال نجيب 4 إلى 1 مالتيبليكسر. طيب عندي نفس المشكلة اللي كانت بتواجهني لما كنت بعمل الأند.
ان انا هنا عندي 3 انبوت بس عندي 2 سيليكتور، اعمل ايه؟ حد يقول لي. ناخد 2 انبوت، اخد اي 2 انبوت واعتبر ان هما السيليكتورز بتوعي واجرب، لو طلع الحل استخدمت فيه انفرتر واحدة بس يبقى ده الحل الصح. طب ما طلعش اجرب 2 غيرهم، طب ما نفعوش اجرب 2 غيرهم. فتعالى مثلا ناخد الـ A والـ B، نعتبر ان دول السيليكتورز بتوعي ونعمل الترو ستيبل، ادي الـ A وادي الـ B وما عنديش غير احتمالين، 4 احتمالات، 0 1 0 1 0 0 1 1، وادي الاوتبوت بتاعي اللي هو واي. تعال ناخد المعادلة دي من فوق، ونعوض فيها. لما الـ A بزيرو والـ B بزيرو، إيه الأوتبوت اللي هيطلع الـ Y؟ هقوله تبقى 1. لما الـ A بزيرو وبي بزيرو، دي ماتت ودي بواحد ودي بواحد، يبقى يطلع سي بار، صح؟ مظبوط ولا غلط؟ طيب لما الـ A بزيرو دي ماتت، لما الـ A بزيرو والـ B بواحد دي بزيرو، فدي كمان ماتت لأن واحد بار بزيرو فدي بزيرو. لما دي بواحد ودي بزيرو دي كده ماتت ودي ماتت فهتبقى بزيرو. طب واحد واحد، واحد واحد دي ماتت والـ A والـ B بواحد هيتبقى لي C، صح ولا أنا بتكلم غلط؟ مظبوط ولا إيه؟ تمام تمام يعني لما بتقول الـ A والـ B بزيرو المفروض أخرج لك C بار، آدي إنفرتر للـ C، ولما الاتنين بوحايد المفروض أخرج لك C، وزيرو واحد أو واحد زيرو أوصل لك على الجراوند. بس هو ده الحل. الميتنج هيفصل دلوقتي، هندخل تاني عشان نحل اللي هو المطلوب التالت ده اللي هو سي. تمام؟